طب اخيرا سد النهضه واخر الجولات يمكن شهدنا ان احنا يمكن ربما نكون بنرجع لنقطه الصفر تاني في التفاوض. انا اولا سد النهضه موجود عندي في محور اساسي في برنامجي الانتخابي وليا فيه راي. قلت اولا ان نهر النيل هو شريان الحياه في مصر. نهر النيل وقلت ان هيرودوت المؤرخ الاغريقي قال مصر هبه النيل، يعني النيل هو اللي عمل مصر. ونهر النيل نهر دولي بيمر عبر 11 دوله شاطئيه، والانهار الدوليه بيحكمها قاعدتين في القانون الدولي. قاعده على اساس الحق التاريخ المكتسب للدول الشاطئيه في المياه هذه الانهار، ده رقم واحد. والمبدأ الثاني هو عملية الانتفاع بالمياه بين الدول الشاطئية، وكلاهما لا تتفق. وإذا حصل تعارض يبقى الأولوية للحق التاريخي. إحنا عندنا حق تاريخي 55 مليار كيلو متر، رقم واحد. عندنا ثلاث اتفاقيات دولية ملزمة لأثيوبيا اللي بيجينا منها المياه، وبهذا السد يهدد وبدون شك وبينتقص من حصة مصر في مياه النيل اللي هي من حقوقها المكتسبة. احنا عملنا ايه؟ انا قلت كان قدامنا اثنين سيناريو. سيناريو انتهى للأسف تاريخيا، وهو ان لما بدأت تشرع اثيوبيا في بناء السد وتعلن، مش هنتكلم على الدول اللي ساعدتها ايه؟ للأسف في دول يعني مش عايز اسميها، ولكن الكل يعلم مفهوم ده امن قومي بالنسبه لمصر. النيل الميه ايه الخط الاحمر لدى حضرتك؟ الخط الاحمر ايه بقى الخط الاحمر لدى حضرتك؟ الخط الاحمر اولا كان في منشور في مقاله مهمه في قال فيها قول الرئيس الامريكي رونالد ريغان ان اثيوبيا اذا لم تحترم يعني هذه الحقوق التاريخيه و هي ممكن مصر تنسف هذا المشروع. انا قلت هذه اشاره، وكان مكتوب حتى في المقاله دي سنه 2020 ان وتقال ان لا يجوز توجيع عمل عسكري في العالم الا بضوء اخضر من امريكا، فده ضوء اخضر في المقاله. ولكنه اصبح واقع بقى صعب، احنا مش هنستخدم سلاح ولا حاجه. ولكن كان التهديد وتهديد جدي وله يعني مظاهر ماديه. كان تكل هيستدعي تدخل الامم المتحده وتتعمل معاهده لتاكيد حقوقنا التاريخيه المكتسبه. لكن هذا السيناريو انتهى لان إذا ومجلس الأمن لم يقدم شيء، يعني إذا دمرنا هذا السد ستغرق السودان، هتغرق واحنا كمان، فخلاص راح. وهنا أشير إلى سامح شكري قال في مجلس الأمن أن هذا السد خطر وجودي بالنسبة لمصر. طبعا ده سامح شكري اللي قال. أيوه طيب، إحنا جينا بعد كده للأسف لم نأخذ ولم يعني نتلقى هذه الإشارة بما كان يجب أن نتلقى. يعني أنا رئيس جمهورية في ساعتها لا، هناخد خطوات إيجابية وتحرك عسكري وهيبقى فيه تهديد حقيقي. فالعالم مش هيسمح، كنا هنوصل خلاص انتهينا. السيناريو الثاني اللي للأسف اللي احنا بدأنا فيه وهو في رأيي منتقد وبشدة ويجب العدول عنه، هو إعلان المبادئ في 2015 اللي تم ما بين الرئيس السيسي ورئيس اثيوبيا ورئيس السودان. ما حتى ده مش ملتزمين بيه. ده قالوا فيه 10 مبادئ. خطوره هذه المبادئ قالوا لك احنا اتفقنا على هي دي المبادئ اللي هتحكم التعاون بيننا فيما يتعلق بسد النهضه. المبدا الثاني قال لك هذا السد عشان توليد الكهرباء، طب ده مشروع. المبدا السادس قال لك ستكون لدولة المصب اللي احنا يعني مصر الأولوية في شراء الكهرباء. يعني أنا
المشروع ده بيتعمل عشان اكون الزبون. المبدا العاشر في وسائل حل المنازعات وفقا للقانون الدولي العام تبدا من الوساطه، التوفيق، التحكيم، القضاء، واول حاجه التفاوض. الغنى ده كله قلنا ستكون فقط اي منازعه عن طريق التفاوض. اذا رضيتنا احنا تنازلنا عن الاربع وسائل الثانيه. يا حضرتك ممكن تذهب للتحكيم الدولي مثلا؟ لا، يتعين الانسحاب من هذه المبادئ حتى نسترد سيادتنا في ان احنا نلجا لاي وسيله من هذه الوسائل. مفهوم. الاستاذ الدكتور عبد السند يمامه، بنشكرك شكرا جزيلا على وقت حضرتك الثمين الحقيقه. قبل بقى حضرتك هتروح في جولات في المحافظات، وطبعا هيكون الوقت طبعا صعب جدا. بنشكرك شكرا جزيلا، بنتمنى لك كل التوفيق. الاستاذ الدكتور عبد السند يمامه، شكرا جزيلا، شرفتنا في قناه البحر.